بدأت بعدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بمعايير وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك بمشاركة عدد من القضاة والمحامين والضباط ومنظمات المجتمع المدني. بحضور القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن، عضو مجلس القضاء، المدير التنفيذي لمنظمة تجديد، وممثل البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، بدأت اليوم بعدن ورشة العمل الثالثة معايير وضمانات المحاكمة العادلة. وفي حفل افتتاح الورشة ألقى القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن، عضو مجلس القضاء، المدير التنفيذي لمنظمة تجديد، كلمة أكد فيها أن القضاء أهم ركيزة للمجتمع الذين يعتمد عليهم استقامة أوضاعه وتنميته واستقراره. وشكر القاضي فهيم في كلمته كل من أسهم في إبراز وإخراج هذه الورشة في صورتها النهائية. القضاة ليسوا بعيدين عن المجتمع، فهم الركيزة الأساسية في هذا المجتمع، ونحن عندما نتحدث عن السلطة القضائية فالقاضي هو ركيزتها وركنها الأساسي، ويفترض أن يكون القاضي ذات الهيبة والسمعة والمكانة التي يتمتع بها أن يوزن الميزان. ضف إلى ذلك أن نحن عندما نتكلم عن الدولة المدنية ومعايير الدولة المدنية الحديثة، دون الحديث عن استقلال القضاء وسلطة القضاء أمر مستحيل. فهنا المحور الذي نحن نتحدث عن معايير وضمانات التقاضي وإجراءات التقاضي، ونحن منتظرين من هذه الورشة بحكم الكفاءات الموجودة التي مزجت ما بين القديم والحديث من القضاة أن يخرجوا بمخرجات عملية وتوصيات تفيدنا في مجال عملنا، ونرفعه للمنظمات الدولية للاستفادة منها وما هي الصعوبات التي تواجهكم في عملكم. أشكر منظمة الـ UNDP الداعم الرئيسي لهذا المشروع، أشكر مؤسسة مدى التي قدمت هذا المشروع لمحافظة عدن، أشكر لمنظمة تجديد التي أوصلت هذا العمل إلى محافظة عدن. ممثل البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، وعبر مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في بلادنا، أكد في كلمته أن المشروع متعدد الأوجه وكبير، متمنيا أن يستفيد مجتمعنا من هذا المشروع، وأن يقوم المشاركون بتبادل الخبرات مع غيرهم كلا في مجال تخصصه. المشروع متعدد الأوجه وواسع جدا، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الفائدة للمجتمع اليمني فائدة كبيرة من هذا المشروع، ونتمنى إن شاء الله أن نجد النتائج ملموسة في الأعمال إن شاء الله، وأنتم ستكونوا بعد هذه الدورات سفراء للعاملين معكم في كل في المحاكم والنيابات والأماكن التي تعملوا فيها، وسيكون بإذن الله يعني ثمرة الجهود الطيبة التي تبذلوها اليوم مع المختصين ستكون سبب للتنوير والتوعية لبقية الزملاء والزميلات العاملين معكم. كما ألقيت في الحفل كلمتان عن مؤسسة مدى ومنظمة تجديد، أكدتا على السعي في الشراكة التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المجتمع وتعمل على تنوير النخبة عن طريق المعارف التي سيتلقونها في تلك الورشة، والذين بدورهم سيعملون على نقل تلك المعارف لأقرانهم. لبيب محمد علي، لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.